Distinguished guests, colleagues, and friends, welcome to the Global Diaspora Summit 2022. IOM is so thrilled to co-host this unique event with the Government of Ireland, a country with a long... نرحب بكم طبعا من حكومة أيرلندا وأيضا مساعدة المجتمع في الشتات وأنه هناك حوالي 17 مليون شخص مغترب وأيضا هناك مشاركات خاصة من الحكومة الأيرلندية تجاه المغتربين وأيضا هناك رؤية خاصة بهذا الموضوع وأيضا ما حدث في الماضي وتطور حياة الاجتماعات الذين اجتمعوا في جنيف والكثير حدث وتم تسليط الضوء عليه من ناحية المغتربين وفي الشتات كلاعبون مهمون خاصة في أجندة المغتربين وأيضا اعتماد ميثاق الدولي للأمور الخاصة بالهجرة الغير نظامية وأيضا خلق مساحة واسعة لمشاركة المغتربين ولهذا السبب تزويد إطار عمل للإجراءات وأيضا إجراءات تساعد الثقة والعلاقات بدلا من أن المشاركة وأيضا دعم المغتربين حسب احتياجاتهم أنه شؤون المغتربين والشتات لهم دور كبير جدا ومساعدتهم شيء مهم جدا ومشاركة المعلومات خاصة هناك فرص وتيسير الحصول على هذه المعلومات وأيضا أنه شيء مهم جدا هنا إنذارهم إلى مخاطر الرحلات والحالات الخطرة مثل التهريب والإتجار بالبشر هذه ليست فقط لإنقاذ الحياة وحياتهم ولكن هي مسؤولتنا أيضا بمساعدتهم أن نكون هناك معهم وخاصة في فترة كوفيد-19 فمساعدتهم شيء مهم جدا وخاصة للعاملين في هذا المجال خاصة هناك أطباء وممرضات ممرضين والعاملون في هذا المجال وأيضا أن المغتربون أيضا يلعبون دورا مهما جدا في الحالة التي حدثت في أوكرانيا ليست فقط تزويد الشؤون والخبرات التقنية لكنها أيضا أنه الـ IOM منظمة دولية للهجرة هي داخل دولة أوكرانيا وشكرا لجميع المشاركين في هذا المجال وأيضا مشاركة المغتربين خاصة في أوكرانيا أنهم لا يتركوا أوكرانيا لأن هناك الكثير من الأعمال التي يجب أن يتابعونها ف هؤلاء الأشخاص الذين هم الوحيدون الذين يساعدون المغتربين بأمور كثيرة مثل اللغة والمساعدات الأخرى فلدينا 3 أيام مهمة جدا مشاركة الخبرات والدروس المستفادة وأيضا فقط تحديد طرق ملموسة لبناء علاقة مع المغتربين وخاصة المشاركة سياسيا واستراتيجيا وأيضا مسؤوليات على أرض الواقع لنتأكد أن جميع النتائج والوثائق التي نتابعها التي نهدف إليها هي أنه خاصة في نقاشاتنا وهي التزاماتنا وتعهداتنا أيضا للمراجعة الأولى الدولية في هذا المجال التي هي فقط بضع أسابيع وهذه فرصة نادرة التي يجب أنه بجلب المغتربين وأصواتهم للـ IMRF وأتمنى لكم أيضا خاصة المنتدى الأول لمراجعة الهجرة الدولية وأيضا أتمنى لكم حظا سعيدا شكرا جزيلا لكم أيضا مرحبا بكم في دبلن
وأنا طبعا فخور جدا أن أنتمي إليكم وأكون المسؤولة هنا، وخاصة للقمة العالمية للشتات، وهذه هي خطوة مهمة جدا خاصة للأمور الخطيرة التي تحدث تجاه المغتربين، خاصة هناك أمور خاصة بتغيير المناخي، ولمعالجة هذه التحديات هناك دعم كبير جدا للمغتربين وفي الشتات، وأيضا هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في الغربة وفي بلادهم وفي الدول المستضيفة. وأيضا علينا أن نرجع المشاركة للأماكن التي أيضا تركونها والأماكن التي هم جعلونها أماكنهم الجديدة ودولتهم الجديدة، وأيضا عبر الدول عبر الحدود وخاصة عبر الأجيال. أمور كثيرة تحدث خاصة اليوم في أوكرانيا، أنه هناك دعم كبير جدا دوليا تجاه المغتربين، وأعتقد أن هذا مؤتمر القمة سوف يساهم في مساعدة المغتربين، وأتمنى لكم حظا سعيدا في مناقشتكم ومشاركاتكم للأيام القادمة. شكرا جزيلا لكم. شكرا للجميع، صباح الخير. أنا سعيد أن أكون معكم وهذه الجلسات، وأنه أيضا النزعة الإنسانية في الشتات اسمي بشير أحسن، وأيضا خاصة من ناحية الإنسانية في الشتات، ونحن لدينا الشرف الكبير أن يكون معنا سيد بشير، وأن أهمية هذه الجلسة، وأيضا أنا سعيد أنه أستمع من المشاركين في هذا الموضوع، وهناك أدلة كبيرة جدا، هناك أمور كثيرة تحدث للمغتربين، هناك تطورات وخاصة مساهمات المالية، وأيضا هناك أمور كبيرة جدا مالية وخاصة مساعدة المجتمع ومساعدة المغتربين، ورأينا هذه الأمور خاصة في مجتمع المغتربين لخدمات كثيرة جدا خلال فترة كوفيد-19، وأيضا هناك مساهمات كثيرة جدا من ناحية الأمور الإنسانية والبناء واستراتيجيات جديدة لإيجاد طرق في التغيرات التي تحدث في هذا الموضوع. وأيضا أعتقد أنه هذه النقاشات هي مهمة جدا، ليست فقط للCDS لكن أيضا للنزعة الإنسانية تجاه المغتربين والشتات، وأيضا إيجاد طرق جديدة، وهذا سوف يفتح أيضا طرق جديدة جدا من ناحية التعاون. فهذه فقط نبذة مختصرة لنقاشتنا، لكن أيضا خبراؤنا وخبيراتنا سوف يتحدثون عن هالموضوع بتفاصيل مختلفة. أولا في الجلسة هذه، أولا أن هناك إرشادات وهناك فرص كثيرة لإعطاء بعض الأسئلة في صندوق الدردشة الشات، وهناك أيضا ترجمة في 6 لغات، العربية والفرنسية والإسبانية وأيضا اللغات الأخرى التي يمكن أن تجدونها في الأزرار التي أمامكم في الزوم. وأيضا أنا أكون ممتنة جدا إذا تقومون بإغلاق الصوت إذا لا تتحدثوا، وأيضا عندما تسألون الأسئلة لاحقا أرجو أنه تكون الأسئلة مختصرة جدا من أجل أن يستمعوا إليكم المشاركين. وأخيرا أنه حاولوا أنه أيضا تكون أنه أرجو أن تشاركوننا بآرائكم وخبراتكم، هذا مهم جدا لهذا الاجتماع، ولذلك سوف أقف هنا. ما أود أن أفعله هو أنه أقدم لكم المتحدثة الأولى هايديكو مينغو هايديكو، وهي تعمل في قطاع الإنساني خاصة لدعم مشاركة المغتربين في هذا القطاع، وأيضا هي مسؤولة في مجلس وأيضا وحدة
المنظمات المدنية، وأيضا هي شاركت في أمور كثيرة جدا في مشاركة المغتربين والشتات، وهذا مهم جدا في أمور متعددة خاصة في الشؤون الإنسانية والنظام البيئي والمغتربين والشتات. وتؤكد أنه هناك اهتمام كبير جدا من ناحية الإنسانية خاصة في الماضي والآن. وبذلك مينغو تفضلي، المجال لك. شكرا بشير، وأيضا ترحبك بي. أنا لدي الفخر الكبير أن أتحدث إليكم اليوم، وهناك أمور كثيرة متعلقة وخاصة في مواضيع مشاركة المغتربين والشتات، وخاصة الاستجابة الطارئة في هذا الموضوع، وأيضا أنه عمل أحبه جدا، وأحب أن أستمع إلى هذه النقاشات معكم اليوم. وفقط أنه كوفيد، تعلمون أن كوفيد لعب دورا كبيرا جدا خاصة في أمور كثيرة جدا في مشاركة المغتربين، وسوف لا أتحدث فقط عن كوفيد 19 والشتات، لكنه فقط أشارككم الدروس المستفادة والمواضيع الأخرى. أنا قمت بإعداد عرض بهذا الموضوع، خاصة أنه له دخل في خبراتي في السنوات الماضية، فأود أن أشارك ذلك معكم. Bashir, is it? Are you seeing? نعم، السيدة بشير، هل ترين هذا الشيء؟ نعم، رأيت ذلك. شكرا جزيلا لك. فإذا هنا لدينا هذا الموضوع. نعم، عندما بدأت في هذا الموضوع مشاركة المغتربين في عام 2012، وخاصة موضوع آخر في عام 2015 للشتات ومشاركة المغتربين، أنه لم يسمعوا بها خاصة في القطاع الإنساني وخاصة قطاع التنمية، أصبح أكثر يعني قوة تاريخيا. ف أحد هذه الأمور الخاصة في منظمة الإنسانية، ولدي زملاء وزميلات يلعبون دورا كبيرا جدا. عندما أتحدث عن القيمة الخاصة والنسبة خاصة والمشاركة في هذا الموضوع، وخاصة أنه مسؤولي سألوني أيضا لماذا تعملون في هذا المجال أو تعملون في هذا المجال، لا يوجد هذا الشيء يعني خاطئ من ناحية ما نفعله من ناحية القيمة، لكنه يجب أن نكون صبورين وصبورات في هذا المجال من أجل أن نستمر في أعمالنا في هذه البيئة وهذا الوضع الصعب. وخاصة عندما أنا بدأت، لأننا جميعنا نعلم أنه كان هناك خاصة أمور ونظام لم يتفاعل مع النظام، وأنه علينا أن ننظر بهذا الموضوع بطريقة جدية أكثر، وإدخال وإضمان أطراف أخرى في هذا المجال. وأنه رأينا أمور كثيرة جدا وأهمية أن يكون لدينا الجميع يشاركون في هذا الموضوع. بدأت أعمل في هذا المجال وأنظر خاصة عن كيفية الدعم وزيادة الاعتراف، ولعب دور كبير مهم جدا لآلية الاستجابة الأولى الطارئة في هذا الموضوع. وكانت رحلة مهمة جدا، خبرة واسعة، وأريد أن أشارككم ما أنا أفكر به من ناحية النجاح. ما زلنا بعيدون عن هذا الموضوع، لكن نحن نستمر في أعمالنا ونتحدث عن أمور خاصة للدعم برامج المغتربين، وخاصة من ناحية صناع القرار وصناع السياسات، وأيضا دعم أكثر البرامج الخاصة بالشتات. خلال السنوات الماضية عملت كثيرا في هذا الموضوع، وشخصيا لا أرى أي شيء خطأ بهذا الموضوع. إذا تعلمون من أنتم وما هو دوركم
وكيف تلعبون ذلك الدور تجاه هذا الموضوع؟ مع هو أهم شيء معرفة دوركم، لأنه أمر معقدا. فهناك مبادرات كثيرة جدا لا تقدم موضوع وشؤون الشتات والمغتربين. علينا بناء نشاطات خاصة بهذا الموضوع عن احتياجات المغتربين ومتطلباتهم ومطالبات كل الخاصة الأمور، وخاصة أيضا يجب أن يكون هناك قوة ونفوذ للمنظمات التي نعمل معها والمنظمات التي تستضيفنا أيضا، خاصة في أكبر نشاط المغتربين، ولدينا أيضا مشاركة الخبرات والقدرة، وأيضا خاصة في نظام الإنساني، وخاصة من ناحية الفرق والزملاء والزميلات التي نعمل مع بعضنا البعض في هذا النظام. كلهم وجميعهم لديهم النفوذ والقدرة والخبرات خاصة لمساعدة المغتربين، ونحن باستطاعتنا بناء جسور خاصة بنظام مؤسساتي، هو مهم جدا في هذا الموضوع. وهناك أمور أخرى وأفكار أخرى حسب الخبرات الشخصية أنها تستمر، مشاركة اللاعبون خاصة الدعم التقني هو لا يكفي لنجاح المشاركة بهذا الموضوع، خاصة من وجهة نظر غير أو ليس لديها أي يعني مشاركة في موضوع المغتربين، لكن هذا مهم جدا، وهي وسائل مهمة جدا، يجب أن تكون طبعا مرنة ونزيهة، وأيضا تكون ذو مصداقية واضحة، والأشياء التي نستطيع عملها والأشياء التي لا نستطيع فعلها، وخاصة المانحون والمشاركون خاصة، وحتى أكثر أنه الأشخاص الذين يقدمون الخدمات خاصة من ناحية قطاع المساعدات الإنسانية وللنازحين والشتات والأشخاص والسكان الذين تأثروا بالنزاعات. فهناك ثقة واسعة بهذا الموضوع، علينا أن نعرف مع من نتعلم، ولدينا رغبة كبيرة جدا كيف ولماذا ومتى نستجيب، وعلينا بناء فهم واسع جدا للديناميكية، لأن كل صراع مختلف، كل نزاع مختلف، وكل وضعية مختلفة، وبأي عمل له دخل بشؤون المغتربين والشتات والمشاركة بهذا الأمر. وأعتقد أنه مهم جدا أن نبقى ونستمر على المدى البعيد، لأن المدى القصير هو حاليا مضطرب جدا، وعلينا أنه يكون لدينا مشاركة على المدى البعيد أو الأمد الطويل، وعلينا أن يكون لدينا خبرة وثقة ومصداقية بهذا الأمر. وهذا طبعا شيء مهم جدا، هو أن يكون هناك أيضا علاقة واسعة جدا للتعامل مع الذين يقدمون خدمات تجاه المغتربين، وأيضا يكون هناك ملكية هامة جدا. فهذا لا يعني أنه يكون هناك أنه دعم بناء واسع جدا بالمشاركة وما يرونه أيضا حسب الاحتياجات المشاركة، أن تكون الأفضل أوسع. وهناك أمور كثيرة جدا، كان لدينا طبعا اجتماعات كثيرة مع منظمات الشتات في أوكرانيا للاستجابة لنشاطات الكوارث والمساعدات، وأيضا مساعدتهم بهذا الموضوع تتوسع أكثر، وبسبب أنهم يشعرون أنهم جزء بناء هذه الشبكات للاستجابة لمساعدة الإنسانية. وهناك أيضا نقطة أساسية في هذه النقاط الخمسة التي ذكرتها، تأتي من جهتين، علينا أن نعمل بنفس المنهج للثقة وفهم السياق ومعرفة أدوارنا وعلاقاتنا مع الذين يعملون في هذا النظام وهذا القطاع، لأن هذا النظام والقطاع هو أيضا بيروقراطي جدا ومعياري جدا، وخاصة أنهم شركة الشتات، أنهم نحاول أن نأتي بشيء جديد، وهم يستحقون الاحترام والثقة
خاصة المسؤولية أو أيضا المساءلة. وأيضا هناك عمليات أخرى وما رأيته هم كثيرة جدا خاصة من ناحية صناع السياسات، بعضها تعمل بطريقة صحيحة وبعضها لا تعمل بطريقة صحيحة، وخاصة الأمور الخاصة بالنظام البيئي. وأيضا أحد الأمور الهيكلية خاصة من ناحية أعتقد أن أي تعاون يجب أن يكون استراتيجياً، يجب أن ننتظر إلى أنه تكون هناك مساعدات خاصة تجاه النزاع، ويجب أن نضمن المغتربين والشتات، وهذا يعتمد على الثقة والاحترام، وأيضا يجب أن يفكر بها على المدى البعيد. وأيضا يجب معرفة كيف ممكن أن نضمن ونشارك المغتربين في هذا الأمر، وأيضا معرفة ما كتب في هذا المجال وما سوف يفعلونها أو يفعلونه في دولتهم. وأيضا يجب أن ننتبه إلى أن هناك بعض المنظمات من ناحية المشاركة، وأيضا يأتون هذه المنظمات تأتي بخبرات كثيرة جدا، لكن هناك مخاطر كثيرة أن يصبح، وأيضا تكون هناك صعوبة سماع الجميع المشاركين في هذا المجال أو التعامل معهم. فناحية الشتات رأينا أمور كثيرة جدا خاصة من ناحية صناع السياسات والدول المستضيفة، وأنه صناع السياسات يحاول أن يضعون المغتربين في وضع صعب جدا، وهذا يجب الانتباه إليه، لأن النتائج سوف لن تكون ناجحة. إنه يجب أن نتعاون بطرق ورغبة احترام ومصداقية من أجل مساعدة الذين في الشتات والمغتربين. فهذا هو طبعا الموضوع. هل أنا لدي وقت أكثر؟ وهناك انعكاسات أخرى لها دخل في أعمالنا. من ناحية المنظمة الإنسانية أعمل على مواضيع واسعة جدا، في خاصة محللة بعض الأمور الخاصة إيجاد حلول للنزاعات، وخاصة مواضيع مختلفة جدا. وأيضا الاحتياجات البراغماتية هي مهمة جدا، ويجب أن نثبتها. والشيء الأساسي للمغتربين والشتات أنه نعرف أدوارهم، و في خاصة من الذي ممكن أنه ناحية الأمور المحلية، ومعرفة انعكاسات أمور خاصة لأشياء التي لا نعرفها، لأنه بعض المنظمات أنها تشارك في الأمور الشتات، وخاصة تأتي من الخارج وتكون جزء من النظام البيئي، لكنهم لا يعيشوا في نفس البلد ولا يعرفوا أمور كثيرة جدا. فعلينا أنه يجب أن نفهم هذا الموضوع بطريقة جيدة جدا. وأنا دائما أسأل نفسي وأقول لنفسي بأن المساعدات الإنسانية هي ليست منافسات، يجب أن تكون مساهمة إنسانية ومساعدة الأشخاص أولا وأخيرا. وأيضا يجب أن نهتم بهذا الموضوع بطريقة كبيرة جدا، وعلينا أن نتذكر ذلك دائما. وهناك انعكاسات أخرى وبعض الملاحظات الأخرى، أنه لدي شكر كبير جدا لجميع الأشخاص الذين شاركوا بهذا الموضوع، الأشخاص الذين قمت بالعمل معهم خاصة في الماضي في الأمور الشتات والأمور التي ليس لها دخل في هذا الموضوع. أنا أود أن أشكركم الشكر الجزيل لأنكم بقيتم تستمرون بهذا العمل وخلق الإلهام في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لهذا وهذه الأعمال التي قمتم بها. هذا كان من جانبي، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك، وأعتقد أنه
لدينا نقاط أخرى تجاه هذه النقاط، لكنه أيضا لدينا هذه الفرصة للتحدث، وأيضا هناك أمور خاصة بالتعاون. وبذلك أذهب إلى المتحدث الثاني، وأود أن أرحب بسيد محمد بشير عثمان، أنه أيضا شخص لديه خبرة كبيرة جدا وشاب، وأيضا يعمل في الصومال وخاصة في مؤسسات أمور التصميمات وخاصة الإعلانات وفي مقديشو، وهو أيضا رجل أعمال، وهو أيضا رئيس بعض المؤسسات، وأيضا تعمل في منظمات في الصومال مقديشو. عثمان لديه خبرة كبيرة جدا بالرسم الجرافيكي وأيضا الأمور الفنية الأخرى، وتخرج بجامعة الأكاديمية الفنون الجميلة وأيضا مؤسسات أخرى. عثمان أيضا هو أحد الأشخاص الموهوبين في الصومال، وأيضا هو شخص أحد الشباب الذين يقومون بأعمال مؤثرة كبيرة جدا في عام 2020. وأنا سعيد أن تكون معنا سيد عثمان، ونتعلم من الخبرات التي لديك والمواهب التي لديك، فتفضل أستاذ عثمان. شكرا بشاير، شكرا، وأتمنى أنكم تسمعونني، وأنها في فرصة كبيرة بالنسبة لي، وأنا سعيد أن أكون معكم في القمة العالمية للشتات. وأيضا أنا اسمي سيد محمد بشير، وأيضا أعمل في المورجا أورنج، وأيضا هذا يعني أنه البيت البرتقالي أو الأورنج هاوس في اللغة الإنجليزية. وأيضا الشيء الأساسي هنا لكلمتين، كلمة بيت وأورنجا تعني أورنجا، وأورنج وتعني لون أنه في هولندا نيدرلاندز، فهذا ما يسمى بأورنج هاوس. وأيضا تعني منظمة المغتربين والشتات التي تقوم بالمشاركات للتواصل خاصة في المجتمع الصومالي وهولندا، وبدأ في عام 2016 بمجموعة صغيرة جدا من شباب صومال. أيضا أورنج أيضا ساهمت بأمور كثيرة من ناحية ريادة الأعمال التجارية والأمور الأخرى في الصومال، واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وأورنج هاوس أو غيرو هورايا أنها ذهبت ما وراء الأمور الخاصة بالصومال وهولندا، لكننا قمنا بتيسير المعلومات والخبرات خاصة مع منظمات مختلفة والذين يبحثون معلومات للاستثمار وفرص الاستثمار لريادة الأعمال، وأيضا أمور كثيرة أخرى مختلفة. مع مؤسسة أورنج هناك منصة خاصة للمعلومات في الصومال التي تقوم بتزويد معلومات مختلفة عن كيفية مشاركة المجتمع الصومالي والسكان في الصومال، وأيضا قمنا بتزويد معلومات مختلفة جدا لمجالات مختلفة متعددة من ناحية معلومات التسويق وأيضا الفرص العمل الاقتصادية في الصومال، وقمنا بدعم وخلق وتطوير الأعمال التجارية وأيضا مساعدة الأسواق خاصة بين الأعضاء، وقمنا بتنظيم اجتماعات مختلفة وشبكات فرص شبكات متعددة للأعمال وريادة الأعمال لأمور كثيرة جدا اقتصادية واجتماعية. و أيضا أنها نستخدم أيضا اللغة الدوتش الألمانية بين خاصة بين هولندا والصومال، وأيضا قمنا بأعمال كثيرة، وقمنا نعمل عن قرب خاصة من ناحية الاقتصادية بين الصومال وهولندا. وأيضا رأينا في الأربع سنوات الماضية كانت هناك شراكة واضحة جدا،
أيضا، خاصة أن هناك منظمات قليلة وبضع مؤسسات تعمل في مجال الشتات والمغتربين، وهناك أيضا مجتمعات للدول المستضيفة خاصة لمن تأتي من الدول منشأ، وأيضا أنه حاول ربط هذه الدولتين لدول المنشأ والدول المستضيفة والعمل بين هولندا والصومال. ومشاركتنا ليست فقط عن الأعمال وريادة الأعمال، لكن أيضا نركز على الأمور الاجتماعية والأمور المهمة الأخرى. هناك أمور أخرى علينا أن نتابعها، خاصة أيضا أنه أمور أخرى، أصبحت هولندا الدولة الأولى مع نسبة 21%، وهي تتشارك المركز الأول مع السويد، حيث الشركات الأوروبية فاعلة في السودان هي من هناك، وبالتالي أكان هناك أوروبيون صوماليون أو من دول أخرى، ولكننا نتنافس أيضا بالعودة إلى الصومال لنكون في المستوى الأول ولنبرز، وبالتالي إن عمل تيسير وتسير العمل بين الصومال وهولندا بشكل خاص، إضافة إلى ما يمكننا المساعدة فيه بالمطلق. شكرا جزيلا لحسن الإلقاء. شكرا لك محمد، من المفيد أن نعرف كيف أنكم لا تركزون فقط على الصومال وإنما على بناء الجسور مع هولندا. أعتقد أن هذا فعلا أمر مثير للاهتمام. شكرا جزيلا لك. أنا شخصيا لدي الكثير من الأسئلة، ولكن أريد أن أفتح المجال لأي تعليق أو أسئلة للمتحدثين حول هذا الموضوع تحديدا، خاصة فيما يتعلق بتوصيات حول السياسات والخبرة حول موضوع الديسبورا والعمل الإنساني. يمكنكم أن تطرحوا أسئلتكم هنا. لدينا سؤال من مارتن راسل. مارتن تفضل. شكرا لكم جميعا. من الجميل أن أكون موجودا معكم اليوم لنعمل على أهمية هذا العمل لجهة الالتزام لي. From London, where they had these bus stops, where they tell you that the next bus will be in 10. للأشخاص المنتشرين، وعندما كنا نذهب إلى الباص ونقف عند توقف مثل توقف الباص. The Irish personal bus, whenever it comes. كنا ننتظر ويقول لنا على المحطة أن متى يأتي الباص التالي. Our residents and trying to نرى بعض الأمور في الدول التي نذهب إليها تكون مختلفة تماما عما تكون عليه في بلادنا. بالطبع الديسبورا لديها حس لما هو منطقي. ومن جديد من المهم بالنسبة للحديث أننا نرى كيف نتوصل إلى تحديدات وتعريفات فيها المزيد من الدعم، وبالتالي أنا أطوق للاستماع إلى كل من هو ضمن المتحدثين، وذلك لنتأكد من توفير وجهة النظر على المدى الطويل والمتوسط لما يمكنه للشتات أو الديسبورا القيام به. وبالتالي هذه هي الأمور التي كنت أفكر فيها. شكرا جزيلا لك.
ما سأقوم به هو أنني سوف أستمع إلى ثلاثة أسئلة أو تعليقات، ثم أطلب من المتحدثين الإجابة. هل من أسئلة أخرى؟ إن لم يكن لديكم أسئلة، أنا لدي الكثير من الأسئلة، وأعتقد أنه بالنسبة للحضور أيضاً فيما يتعلق بسياسات الشتات أو الجاليات، ما قد يكون مفقوداً هو عناصر ناقصة، كيف يمكن دمجها؟ ما هو شكلها؟ سوف أطلب من مينغو ثم محمد أن يتحدث عن ذلك. هل لك أن تكرري سؤالك الأخير؟ سياسات الشتات أو الجاليات من قبل الدول الأعضاء بشمل عنصر إضافي، وأيضا هناك أسئلة التي طرحها مارتن حول أهمية ذلك على المدى المتوسط والطويل. إذا أمكن أن أتحدث عن الحساسيات الثقافية وكيفية ضمان احترامها عبر الحدود، في حين أنني أتفق مع مارتن تماماً أن هناك افتراض أو فرضية أن الجالية أو الدسترة أقرب إلى المجتمعات المحلية. بالواقع هناك المحلي وهناك من يبتعد تدريجياً عن هذا التصنيف، وبالتالي لا نتحدث عن أمر هو أسود أو أبيض، وإنما هناك الكثير من الرمادي. وأنا أعتقد أنه لا يهم بالنسبة لنا إن كنت وطنياً دولياً تعمل في مجتمع محدد، عليك أن تحافظ على بعض النقاط التي ذكرتها في البداية، أن تحترم الثقة ووجهة النظر ونظرة الذين يحتاجون الدعم، يجب أن تكون في المقاعد الأولى ولا تتنافس مع هذه الهيكليات القائمة، فلا يمكن أن تكون نقطة تركيز لمكان العمل. لا أعتقد أن هناك طريقة ثابتة ولا يمكن تغييرها، ولكن بالطبع بعض الأمور تكون أسهل، فربما ننسى أننا عشنا خارج البلاد التي نستجيب فيه الآن منذ عقد أو عقدين أو حتى منذ أجيال. أما المدى البعيد، يرى أن ما نراه في الجاليات ليس ما نراه بشكل عام، هناك عناصر مترابطة. الآن المساعدة تتزايد بفعل وضع الطوارئ القائم، ولكن سوف يكون هناك تغيير بعد ذلك، والأمور سوف تساهم في نظرتهم بما يمكن أن يوفروه لدولهم الأم. الوضع وكأنه غير طبيعي، وإنما هو هكذا، وبالتالي هناك أيضا المساعدة المباشرة، كيف تستفيد وتتوصل إلى أفضل ما يمكن. And that goes for all of us. That goes for civil society engagement, volunteer engagement at large. So I think those are some. سؤال كيف نتوصل إلى هذا الالتزام على المستوى البعيد، وبالتالي أنا لا أعطي الأجوبة وإنما الأسئلة بالواقع. شكرا لك. قبل أن أنتقل إلى جورج، أسأل أيضاً محمد إذا كان لديه خبرات أو أسئلة محددة حول هذا الموضوع. ما الذي كان ليسهل هذا النوع من الالتزام في الصومال؟ ما الذي كان يمكن أن يساعد للتوصل إلى هذا الشبكة؟
ربما هناك شبكة تساعد لا يجب بي أن أفترض ولكن أسأل. From our example of Somalia. شكرا جزيلا لك وأمل أنك تتمكني من سماعي بشكل جيد. Like Somalia, you know, if we have been following Somalia's politics. في الصومال. رأينا أن هناك أكثرية ربما أكثر من نصفهم من الجاليات وأعتقد كما ذكر أمينكو من هو من الجالية أو من الشتات ومن هو من المحلي قد أثر على الحديث الصومالي اليومي في الماضي. يمكننا أن نشدد على أن هناك حركات كثيرة للجالية في الصومال وما من سياسات حيث تم اعتبار الجالية بحد ذاتها في صناعة السياسات. لقد رأينا في الماضي أنه في الصومال ومنذ أكثر من 13 سنة أن هناك وزارة للجالية ولكن ترون أن الأشخاص عندما عادوا إلى الصومال كانوا قد انتقلوا إلى أنظمة فيدرالية أو نوع من القبلية أزال هذا الالتزام. لقد شهدنا الكثير من المؤتمرات والمبادرات اللي ترتيب المنظمات على المستوى الوطني ككل وإنما لم تنجح هذه المبادرات وما نراه أنه عادة تكون العودة إلى الصومال وكل ما يكون هناك أي مشكلة في الصومال تعود الجالية وتساعد. فترون أن هناك مساهمات كبيرة من الجالية الصومالية ولكن على مستوى السياسات هذا غير موجود. فما من سياسة محددة تستهدف الجالية ولكن ما ترونه هو أن الجالية تساهم بالعودة إلى البلاد وتساعد أيضا البلاد في وضع صعب ليتخلص منه. شكرا لك محمد. هذه نقطة مهمة للغاية حول الناحية العملية للموضوع. سوف أتابع مع الأسئلة والتعليقات ثم نعود إلى المتحدثين. جورج تفضل. نحن لا نسمعك جورج. ما أقترحه هو نعم الآن نسمعك. أعذروني ولكن هذه مشكلة بجهازي. السؤال هو لربط بعض الأمور التي ذكرتها مينغو ومحمد. مينغو تحدثت عن الربط بين المحلي والدولي وتقول أن هذا الفصل ليس واضحاً. فيما يتعلق بالناحية الإنسانية أعتقد أن هذا يرتبط بخلفية محمد حيث يمكن القول أن هناك أيضاً تواصل بين الذين هم في المجال الإنساني والذين هم في مجال العمل وبالتالي الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص من خلال مختلف المجموعات المجتمع المدني في قطاعات مختلفة وبنفس الطريقة هناك أنواع مختلفة من الخبرات المحلية
التي تساعد ربما الخبرات المحلية أيضا. وبنفس الطريقة في هذه المتابعة وصولا إلى العمل، أعتقد أن سؤالي بالنهاية هو هل هناك مختلف المستويات؟ فالمقاول الذي يعمل من البلاد، ما هي القيمة المضافة التي يأتي بها هذا الشخص عوضا عن أن يكون فقط شخص يعرف البلاد؟ وبالتالي ربما يعرف أمورا لا يعرفها الذين يعملون ببساطة في المجال الإنساني. وبالتالي سؤالي، ما هي القيمة المضافة للمتعقد في هذا المجال مقارنة بما تقدمه الجالية ككل؟ شكرا لك. كان علي أن أطلب من الجميع بالواقع أن يعرفوا عن ويقدموا نفسهم. شورت مثلا، هل لك بذلك؟ نعم، أنا من آيريش إيد. مارتن، سوف يكون لديك الفرصة أيضا، سنستمع إليك من جديد. لدي سؤال من كوني، لا أعرف إذا كنت ألفظ الاسم بشكل جيد. تقول مرحبا، أنا اسمي كوني وأنا من الإدارة العامة لجلية في وزارة الدولة، ونحن سعداء بالمشاركة في هذه القمة الدولية. ونحن نود أن نحيي ونشكر كافة المشاركين من جهتنا. لدينا بشكل دائم منتديات حيث نعطي التوصيات للجالية ونترجمها إلى أفعال خلال السنة التالية. وفي السنة الثالثة نقوم بمراقبة التطور. كانت النسخة الأولى في العام 2015 ثم 2017 ف2019، ومع بداية 2018 وضعنا سياسة لإدارة جاليتنا مع الإدارات الثلاث على مستوى الإدارة العامة للدياسبورا أو للجالية وإدارة العمل الاجتماعي التي تعمل على أعمال إعادة الدمج. بالنسبة لنا كجالية وفيما يتعلق بالموارد المالية، نعمل على كافة مشاريع التطوير وطلبات العروض للمسؤولية، أكان في المجال الإداري أو المجال الخاص، ونعمل على مختلف هذه التقنيات. وعلى مستوى الوزارة لدينا مشاريع قائمة تحديدا الأنظمة التفاعلية التي ستسمح للجالية بأن تكون على تماس معنا دائما. ونحن كنا سعداء بأن نكتشف أنه أيضا على مستوى الاتحاد الأوروبي لقد عملنا على التذكرة، ونحن سعداء بأن نعرف إذا هذه الوسائل سوف تسمح بتوفير سياسة أفضل. هذا كل ما لدي فيما يتعلق بما قمنا به على مستوى الإدارة العامة للجالية، ونحن ندعم خبرات الدول الزميلة المغرب والسنغال وغيرها التي لديها تقدم عنا نسبيا فيما يتعلق بالموضوع. شكرا جزيلا لكم، وأنا مستعد للإجابة عن أي سؤال.
Thank you so much. And no, it's شكرا جزيلا لك من الجميع لأن نسمع عما يحدث في كوت ديفوار أو ساحل العاشق فيما يتعلق بالتزام الجالية وتيسير ذلك. ننتقل الآن إلى متحدثينا، فأنا أعتقد أن هذه النقاط مهمة للغاية ويمكن لزملاء آخرين أن يستجيبوا لهذه التساؤلات أيضا فيما يتعلق بوضع العناوين للجالية. فالجميع يفترض أن الجالية واحدة، ولكن هناك فئات ضمنها، ولكن أيضا فيما يتعلق بالمهارات من المهارات الطبية التعاقد وإلى ما هنالك. أردت أن أستمع إلى بعض التعليقات من محمد ومينغو حول هذه النقاط تحديدا. ما رأيكما في هذا النوع من الأمور؟ ربما محمد تنطلق بهذا الموضوع ثم ننتقل إلى النقاش حول سياسة الجالية. محمد تفضل. شكرا. أعتقد أن ما ذكره جورج حول قيمة الجالية عندما يعودون إلى دولهم الأم، أنا لا يمكنني أن أتحدث إلا عن الصومال، وأعتقد أننا نعرف إذا أخذت نفسي كمثالا، أنا عدت إلى الصومال لأنه إذا كنت قد بقيت في هولندا لست 7 سنوات الأخيرة حيث أنا في الصومال، أعتقد أنني كنت قد ساهمت بالكثير في الصومال كما أنا قادر على المساهمة الآن فيما يتعلق بالأشخاص الذين وظفتهم والصناعة التي لم تكن موجودة والتي أنا جلبتها وعدد الجهات التي ساعدتها إضافة إلى القطاع العام والقدرة التي وفرتها لهم في بضع مجالات لم تكن متوفرة. وبالتالي هذا أنا مثالا واحدا يعطي فكرة عن القيمة. فأنا أعتقد أن النقطة الأهم من وجهة نظري هو أنه عندما يعود أحدهم للاستثمار في البلاد يكون ذلك لأن الشخص يرى فرصة في الدولة. لا يمكن لشخص من ضمن السوق المحلية أن يراها أو أنه غير مستعد للاستثمار فيها. وبما أننا كجالية تعلمنا في الدول المضيفة لنا كيف نعمل بقدر مستوش عن الباقين، مثلا زملائي في هولندا إذا كانوا يعملون وظيفة واحدة أنا كنت أعمل وظيفتين، وذلك لأنني أشعر بهذا الربط في مع الصومال وأقول يوما ما سوف أعود وأساهم بشيء ما، وهذا يعطي الكثير من القيمة للشخص بحد ذاته إضافة إلى المجتمع الذي يأتي منه إضافة إلى المجتمع الذي تركته والذي يهتم بك. فهم يرون أيضا أنك خرجت وقمت بالحصول على بعض المعلومات وعليك أن تتشاركها معهم، وبالتالي يكون لديك فرص أكثر ونفاذ أكثر كشخص من الجالية. من وجهة نظر إنسانية الجالية الصومالية لطالما شاركت في وضع الصومال في محليا، وهذا يعتبر على أنه أمر ضروري وأساسي والمجتمعات شاكرة له. فعندما يعود أحدهم كان لمساعدة المجتمع أو بناء مستشفى أو توظيف أي أحد، أنت توفر هذه القيمة التي تعطيها للمجتمع التي لم تكن موجودة. ولكن إذا انتقلت إلى الناحية السياسية، لقد شهدنا الكثير من النقاشات حالياً في الصومال حيث أن أكثرية الذين عادوا قد حصلوا على مناصب حكومية، وقد تم اعتبار ذلك سلبياً وانتقد
وهذا من وجهة نظرنا أمر سلبي. في البداية كان يعتبر الوضع حيث أن الأشخاص كانوا يعتبرون ذات حوافز عالية جدا، ولكن عندما اكتشف الأشخاص أن أكثرية هؤلاء الأشخاص حصلوا على وظائف في الدولة وأنهم لم يكن لديهم تعليم جيد أو لم يكونوا مفيدين للبلاد، تم انتقادهم بشكل كبير. ونحن لا نريد يقولون الأشخاص من أجالية أن يكونوا في مواقع اتخاذ القرار. أنا لا أحكم على أحد، ولكنني أصف الوضع إذ أنا جورج يسألني ما هو قيمة الجالية عندما تعود إلى البلاد. الفائدة هي أنها تساهم وتأتي بالكثير إلى البلاد. شكرا لك محمد، أعتقد أن هذا الكلام مهم للغاية، وهنا أهمية كبيرة لموضوع التحويلات. هذه نقطة أساسية ويجب ذكرها، وإنما وجود شخص فعليا أمر مختلف عن إرسال المال في حين أنك في هولندا. النقطة الأخرى كانت مرتبطة بالميزات للأشخاص في الجالية عندما يعودون إلى الدولة الأم. أنا أعتقد أن التوازن بين هذين غريب. نستمع الآن إلى مينغا، ما رأيك حول هذه النقطة تحديداً؟ وأسألكم أنتما الاثنين حول ما هو برأيكم الشكل المناسب للجالية. شكرا، أنا أدون بعض الملاحظات للأسئلة الأخرى، وأنا أعتقد أن محمود كان يتحدث عن نقص المساحة في الجالية. أعتقد أن هذه نقطة أساسية، حيث لدينا الميل للاستثمار في الاستشاريين وعوضا عن الاستثمار في الذين يمكنهم أن يشاركوا ويفيدوا فعليا. نقطة حول التي ذكرها جورج، مختلف الخبرات وإلى ما هنالك، نحن ننظر دائما إلى الفوارق الأساسية، نتحدث عن المساعدة الإنسانية، وإنما عادة هناك أعمال محددة في مختلف المجالات، في حين أن المنظمات المحلية غالبا ما تعمل في إطار واحد. ليس هناك تعميم دائما، ولكن بشكل عام يعملون مع مختلف القطاعات والأنشطة، وهذا يتطلب نوعين من المهارات هي متكاملة. فعندما نعمل في قطاع محدد لسنوات عدة، الموضوع يجعل أو يعطينا هذه الخبرة الفنية، ولكن نحن بحاجة دائما إلى التكامل والمزيد من التكامل. هذه نقطة أساسية في مجال عملنا. فيما يتعلق بأصحاب الأعمال، الموضوع لا يرتبط بالعمل، هذا أمر نحن نعاني منه لأننا نعمل مع مختلف الأهداف، ولكن أعتقد أن أصحاب الأعمال أو المقاولين لديهم المزيد من الحرية والمرونة في استخدام أموالهم، ولديهم طرق ابتكارية للتفكير وطرق مستدامة للتفكير. وأعتقد أن التعاون بين الاثنين من جديد أساسية. فأنا أتذكر لقاءات مع
عندما التقيت به في البداية قال لي هل تعرفين ما هي مشكلتك لأنك تريدين دائما أن تختاري الرابحين وهذا أمر فعلي في مجال العمل الإنساني فهناك منطق مختلف يفرض نفسه إلا أن هناك أيضا تكاملا مختلفا لقد أحببت المقاربة التي ذكرها السيد من ساحل العاش أو كوت ديفوار هذه طريقة إيجابية للغاية إضافة إلى مراجعة ذلك التي تكون مهمة ومثيرة للاهتمام شكرا هذا كل شيء بالنسبة لي أنا متنبهة للوقت ولكن في تعليق سريع أعتقد أن التزام الجالية لا يعتمد فقط على الجيل الأول ولكن في إيرلندا نتحدث عن الجيل الرابع والخامس وكما هو شكل هذا الالتزام وما هو التواصل ويمكنكم أن تروا الآن أن الباحثين لا يركزون على الدولة الأم فقط وهذا أمر مفيد أعتقد أنه لدينا سؤالين إذا أمكن الإجابة عنهما لدينا سؤال من إنور لا أعرف إذا كنت ألفظ الاسم بشكل صحيح رجاء أن تصحح لي تفضل شكرا لك سيدتي لإعطائي الكلام أنا أمثل أوكرانيا في سياسات وحرية اللقاء نحن مثل الجالية الأوكرانية التي تعيش في الخارج مع المجتمعات المختلفة التي تعيش في أوكرانيا وأريد أن أتحدث عن ممثلي مختلف الجاليات وما يقومون به اليوم في أوكرانيا في هذا الوضع الصعب للغاية على دولة أوكرانيا سوف أطفئ الكاميرا لدي إذ أنني أرى أن نوعية الإنترنت ليست جيدة حيث أنا الآن أعتذر على ذلك لا يهم تفضل بالشهر الثاني على التوالي إن بلادي أوكرانيا التي تضم عددا كبيرا من الإثنيات في وضع مأساوي من الحرب التي أطلقها المعتدي الروسي وكل المجتمعات الروسية تعاني من ذلك الجيش الروسي يقوم بقصف المناطق عشوائيا ويدمر الكثير من المباني ويصيب المدنيين فالقصف الروسي قد أدى إلى تدمير عدة روضات للأطفال إضافة إلى مدينة ماريوبول وعمرها مئات السنوات والتي تدمرت تقريبا بالكامل من جراء الصواريخ الروسية كما أن مدينة كييف تعاني من القصف فالشعب الأوكراني من مختلف الجاليات يعاني مع مئات الجاليات التي تعيش في البلاد وعدد كبير من ممثليهم يدافعون على أوكرانيا من المعتدي في أرض المعركة كما أن روسيا تضرب الحدود الغربية للبلاد وفي المناطق الغربية من بلادي
مثلي اللي الزملاء مثل رومانيا وبولندا وغيرها إن اعتداءات الروسية التي انطلقت في شباط فبراير 2014 في 24 من شباط فبراير هذه السنة قد أدت ما لم يشهده الشعب الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. أنا لن أتحدث عن الأرقام المحددة، ولكن حوالي 5 مليون شخص من أوكرانيا اضطر إلى الابتعاد والاختباء من القصف و من نقاط. وفي نفس الوقت لدينا ممثلين عن مختلف الجاليات التي يجب أن تكون مثالا جيدا عن الدعم الأوكراني والشجاعة الأوكرانية. شكرا جزيلا لك. أعتقد أن الوضع فعلا مؤسف، وشكرا لمشاركتك بما يحدث. أعتقد أنك ذكرت نقاط أساسية حول طريقة تعامل الجالية الأوكرانية والمجتمعات في أوكرانيا وطريقة تعاملها مع الأزمة الحالية. وأيضاً هذا مثال على الجالية الأفريقية وكيف تدعم في أوكرانيا. ربما سؤالي هو to see happen from this global diaspora. ما أتود أن تراها كمخرجات من هذه القمة؟ Hello. هل ما زلت معنا؟ هل تسمعني؟ نعم. الإنترنت لدي يقول المتحدث السيء. لدينا الكثير من المجتمعات التي تكتن في أوكرانيا وهي بالمئات، وهي تعمل وتتصرف على أنها من ضمن المجتمع الأوكراني، وهم يحمون بلادهم ويشاركون في مختلف أعمال التطوع بمساعدة النازحين. ولدينا مئات الأمثلة لهؤلاء ولهذه السلوكيات المرحب بها في بلادي. أود أن أحيي مواطنينا إضافة إلى الأوكرانيين الذين يعيشون في مختلف دول العالم. شكرا لك لهذه المداخلة. وأعتقد أن الموضوع مرتبط في ذهن الجميع، أنك ذكرت هذا الموضوع. أعتقد أنه من المهم جدا أن نرى هذا الأمر، وأيضا أن هناك تقارير تجاه هذا الموضوع، خاصة الإنعكاسات أنه موضوع المغتربين ومنظمات أنها أيضا تتابع هذا الأمر، خاصة منذ عام 2014 وليس في النزاع الحالي. قبل أن نرجع إلى متحدثينا، لدي سؤال مختصر من السيد إيريك، وأيضا أسأل جميع المشاركين بهذا الموضوع لدقيقتين وأشكركم. نعم تفضل وقوموا بتقديم أنفسكم. السيد إيريك، نعم وأيضا أنا في المكسيك، وأنا مدير للمؤسسات الصحية والخارجية، ونعمل مع 11 مليون شخص من النساء والرجال في جميع أنحاء العالم، وأكثرهم يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية. وما أود أن أشاركه معكم في هذه المجموعة الرائعة هو أنه مؤسسات المكسيكية الخارجية هي تم إنشاؤها في عام 2003، وأيضا خاصة لناحية الحكومة والوزارة الخارجية
وأيضا نحن نقوم بإعطاء معلومات ومشاركات إنسانية وأيضا تجاه السكان المكسيك الذين يعيشون خارج المكسيك وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك من السكان المكسيكي حوالي الملايين، حوالي 7 ملايين شخص مكسيكي يعيشوا في الولايات المتحدة الأمريكية وليس لديهم أي رعاية صحية أو تغطية صحية، وأيضا نحن نقوم بمتابعة هذا الأمر وخاصة من ناحية المغتربين وإيجاد استراتيجيات من ناحية الصحية، ولدينا حوالي 51 أيضا مؤسسة صحية تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادة نقوم بمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم أي وثائق للحصول على الدعم الصحي والرعاية الصحية، فنقوم بدعمهم ودعم هذه العوائل المكسيكية. وخلال فترة كوفيد-19 كان لدينا استراتيجية للقاحات الصحية تجاه كوفيد-19، وكأنه كانت الأكبر خاصة شبكة كبيرة استشارية في أي دولة أخرى، وكان لدينا حوالي 50 أو 51 مستشار يعملوا مع المغتربين هناك في أمريكا، وأن المغتربون أيضا تعرفون أن لديهم احتياجات كثيرة جدا وعلينا متابعتها، وليست فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. وأود أنه أقول أن أمريكا اللاتينية هناك مغتربون كثيرون، وأيضا لدينا أمور كثيرة قمنا بتحديد احتياجات المغتربين الذين عانوا بسبب الوباء كوفيد-19 وبسبب النزاعات التي قمت بذكرها، وقمنا بدعمهم وأيضا تضامننا في هذا الموضوع، وخاصة النساء قمنا بمساعدتهن كثيرا من جميع النواحي، ووضعنا شبكة خاصة لخدمات الصحية في أوروبا وأيضا الدول الأوروبية وخلال القنصليات وأيضا السفارات في المكسيك، وهذا شيء مهم وإجراء مهم جدا ومبادرة جيدة تجاه المغتربين وفي الشتات. وأيضا ليست فقط نحن نساعد المكسيكيين والمكسيكيات وخاصة أي من الشعب الإسباني اللاتيني، أيضا إذا يريدون أي احتياجات من ناحية الرعاية الصحية والأمور الأخرى، وقمنا بالتواصل خاصة بالجيل الثالث من المكسيكيون وخاصة بالتواصل مع الدول المنشأ، ويقومون أيضا بالتواصل معنا من الخارج، وأيضا لدي الرابط الإلكتروني من أجل أن تعرفوا أنه كيف أن العمل ناحية الشعب المكسيكي، وأيضا قمنا بوضع أيضا نواب في هذا المجال لمساعدة الشعب المكسيكي في الخارج، وأيضا لدينا الصوت خاصة والمشاركة والنشاط خارج المكسيك. ونعم هذا رائع جدا، وهذا يأتي بنتائج طيبة جدا خاصة لحكومة بلد المنشأ تجاه مساعدة المغتربين، هذا رائع جدا وخاصة للمغتربين المكسيكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية إيجاد هذه الخدمات الصحية والمساعدات المالية وأيضا المصرفية، وأيضا عندما نتحدث عن ناحية الحمايات للعب دور كبير جدا تجاه مساعدة المغتربين، وخاصة هذا علينا أن نضمن وأيضا نتأكد لمساعدة جميع المغتربين من الدول المنشأ، وخاصة إيجاد المصادر من ناحية الدعم الكامل لهم خاصة من ناحية مساعدة الرعاية الصحية النفسية والمساعدات الرعاية الصحية الأخرى والدعم من جميع النواحي، وخاصة استجابة لكوفيد-19، وأنه لدينا زملاء وزميلات لديهم
لديهم مواد ومعلومات وخبرات تجاه هذا الموضوع. لدينا فقط دقيقتان وأود أن أسأل مينغو ومحمد لإنهاء بطريقة ملخصة أو استجابة لهذا الموضوع. أعرف أن هناك أمور كثيرة وأتمنى كان لدينا وقت أكثر لمناقشة، لكن هذا نتمنى أنه يكون واسعا ومفيدا للجميع في المستقبل. مينغو نعم لديك دقيقة، تفضل إذا ممكن. أيضا ليست فقط كاختصار، خاصة مع حياة المعلومات هناك أمور مثيرة للاهتمام، وخاصة في أوكرانيا، وأيضا نحن التواصل مع السفارات الأوكرانية في الدول المختلفة واحتياجات التي يحتاجها الشعب الأوكراني والاستجابة لذلك وكيفية المشاركة في التنسيق البناء تجاه هذا الموضوع مع الحكومة الأوكرانية. فإنه لا توجد هناك أي نزاعات بين المغتربين والحكومة الأوكرانية، خاصة من ناحية الأجيال، وهناك تنوع واسع جدا، وهناك كثير من المغتربين أنهم ليسوا في وضع جيد، خاصة من ناحية الحكومة، ولكن هناك صورة واضحة جدا لمشاركة على المستوى السياسي وأنه ناحية السياسات، وأيضا قضايا الأجيال هي مهم جدا. ونحن عملنا الكثير مع الصومال والأفغان، وأيضا رأينا الكثير أنه هناك الجيل الثاني والجيل الثالث، أيضا خاصة أن هناك تعاون كبير من ناحيتنا من ناحية الأجيال، الجيل الشاب والشابات، وخاصة أنه نتابع هذا الأمر ماليا، أنه الكثير من الصوماليون سألونا لوضع الكثير من المعلومات والخبرات تجاه هذا الموضوع، مساعدتهم أولا بناء الثقة، وأيضا أنه يجب التواصل معهم ومع المغتربين، ويجب أن يكون لدينا القدرة لأنه العمل تجاه المغتربين بطريقة صحيحة ومساعدتهم من جميع النواحي. فهذه هي طبعا المعلومات المختصرة التي حاولت أن أقدمها لكم. سيد محمد أيضا لديك دقيقة واحدة باختصار رجاء أن تفضل. نعم شكرا جزيلا بشار ومينغو، وأود أنه أذكر الزميلان السيد أريك أنداندس وبيهون أيضا من المكسيك، وأيضا تحدثوا بأمور مثيرة للاهتمام جدا، خاصة المؤسسات المكسيكية التي تعمل تجاه تيسير ومساعدة المغتربين في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وأود أن نكون دائما على تواصل معهم، وخاصة تعاون واسع جدا في هذا الموضوع من ناحية صناعة السياسات والقرار. شكرا، شكرا جزيلا لكم. نعم شكرا لجميع المتحدثين البارزين والخبراء والخبيرات، وكنت أتمنى أن يكون لدينا وقت أكثر، وكنت أتمنى أيضا أراكم وجها لوجه. وبهذا النقاش الرائع أود أنه أذكر وأقول أنه سوف نقوم بإنهاء هذه الجلسة، وأيضا أتمنى أن يكون لدينا نقاشات مستقبلية أخرى، فأرجو أن تتمتعوا ببقية الوقت من هذه المؤتمر القمة العالمية للشتات، وأيضا أتمنى لكم يوما سعيدا ورائعا، وشكرا جزيلا، وأيضا أغلق هذه الجلسة. شكرا جزيلا لكم، كان رائعا جدا أن أتحدث إليكم. شكرا.